قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعدة إجراءات لكتدخل في واحد المخطط وطني للمراقبة الطرقية، ومن بين الإجراءات اللي في هذا المخطط الوطني للمراقبة الطرقية كنوجدوا المراقبة الأوتوماتيكية، أي مراقبة عن طريق الرادارات الثابتة. وهذه الرادارات الثابتة تم اقتناء 552 رادار من الجيل الجديد، واللي كيتم التشغيل ديالهم تدريجيا ابتداء من هذا شهر يناير 2022، وهي كتوزع على حسب الجهات والمناطق على حسب يعني خريطة ديال حوادث السير، وكذلك المقاطع الطرقية اللي فيها واحد الإشكالية ديال السرعة، لأننا كنعرفوا بأن السرعة هي من مسببات ديال حوادث السير، وكذلك كترفع من خطورة ديال حوادث السير. لأننا كنعرفوا بأن بعض السائقين ملي كيوصلوا للرادار كيخفضوا من السرعة ديالهم، ملي كيفوتوه كيزيدوا في السرعة. فهاد التقنية الجديدة يعني غترصد هاد المخالفات ديال هاد السائقين اللي عندهم هاد السلوك. جميع المخالفات اللي كترصد بالرادارات الثابتة فهي مخالفات أوتوماتيكية، وتتم المعالجة ديالها بالمركز الوطني لمعالجة المخالفات التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وهذا المركز كيتوفر على مراقبين محلفين اللي كيشوفوا الصورة ديال المخالفة والتأكد من يعني من المركبة المخالفة، وبالتالي المصادقة على المخالفة. وملي كيتصادق على المخالفة كيتم إرسالها يعني بطريقة مباشرة إلى السائق المرتكب المخالفة. هاد الرادارات من الجيل الجديد كتسمح برصد المخالفة ديال السرعة، السرعة المتوسطة، رصد مخالفة عدم احترام الضوء الأحمر، رصد مخالفة عدم احترام ممر خاص ببعض المركبات، مثلا في لوتوروت كاين ممرات اللي ما كيسمع اللي منوعه مثلا على الوزن الثقيل، وبالتالي يمكن هاد الرادارات انها ترصد هاد المخالفات. هاد الرادارات كيمكن لها انها ترصد حتى ل 24 مركبة مخالفة في آن واحد. كيمكن لهاد المركبات الرادارات كذلك انها تميز بين الوزن الثقيل والوزن الخفيف. كنوجدوا مثلا الوزن الثقيل مثلا في بعض المقاطع الطرقيه عندهم 80 كيلومتر في الساعه، والمركبات الخفيفه عندهم 100 كيلومتر في الساعه المسموح بها، وبالتالي هذه الرادارات يمكن انها تميز بين الوزن الخفيف والوزن الثقيل باش ترصد المخالفه ديال عدم احترام السرعه المسموح بها.